عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة هدى ذيب القحطاني في تجربة اليوم. تجربة اليوم هي التوتر السطحي. قبل لا نبدأ في التوتر السطحي راح نعلمكم إيش معنى التوتر السطحي. هي إيش؟ قوة غير متزنة تؤثر على جسيمات أو هذه سطح السائل، يعني تؤثر على سطح أو سطح السائل كلنا. في أمثلة عليها مثال قطرات الندى، عنكبوت يمشي على سطح الماء، وتجربة اليوم اللي إيش؟ إبرة أو أي شيء يطفو على سطح الماء. يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة راح نأخذ مثلا دبوس وراح نخليه يطفو على سطح الماء. يلا حطي ونجرب. أول حاجة هذه أنا ببدأ. يلا أبدأ حطي. ضبط معنى التوتر السطحي؟ تشوفون معكم؟ يلا حطي. ضبط معهم؟ أنا بحطه بعد بس بشوف. أنا ما ضبط معي وبس كذا. إن شاء الله تكونوا تجربتي عجبتكم.